شركة البدراوي تغرق مدينة سلا بالأسبال. قرر مجلس جماعة سلا اللجوء إلى القضاء ضد شركة أوزون التي يديرها عبد الرحمن البداوري، اللي هو في نفس الوقت رئيس الرجاء الرياضي، وذلك بسبب عدم وفائه بالعقد مع جماعة سلا في قطاع النظافة. أوزون مكلفة بتدبير المفوض لقطاع النظافة بمقاطعتي تبريكت والعيايدة. اتهمتها جامعة سلا بعدم احترام دفتر التحملات المتعلق بتجميع النفايات في مدينة سلا بعد مرور 7 سنوات على العقد التي تم تجديده في عهد العمدة السابق. وقررت الجامعة الحضرية لسلا تغريم الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة بأزيد من 200,000 درهم، والرقم باقي كي طلعت.